طيب نقول تشكيل النادي الاهلي النهارده باذن الله: محمد الشناوي لحراسه المرمى، وظهير ايمن، محمد هاني، ظهير ايسر، علي معلول، قلبي الدفاع محمود متولي، محمد عبد المنعم، ثلاثي خط الوسط عمرو السوليه، اليو ديانج، مروان عطيه، وثلاثي المقدمه بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهرب. مره تانية: شناوي لحراسه المرمى، محمد هاني، ظهير ايمن، علي معلول، ظهير ايسر، قلبي الدفاع محمود متولي، محمد عبد المنعم، ثلاثي خط الوسط عمرو السوليه، اليو ديانج، مروان عطيه، وثلاثي المقدمه بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا. كابتن اسامه، في تغيير يا كابتن هاني؟ لا لا، انا بص يعني كنت اتمنى تشكيل وجوده. متوقع، خلي بالك ده تشكيل متوقع. صح، هو النقطه صح. الوحيده شريف يعني حمدي فتحي او ديانج، الاثنين مستوى واحد. ديانج المباراه السابقه امام سموحه قدم مباراه كبيره وبدا يرجع للمستوى المعهود اللي احنا عارفينه عن ديانج، لكن كتشكيل في مفاجاه ولا مفيش مفاجاه؟ هو العناصر الاساسيه اللي بيلعب بيها كولر الفتره الاخيره غير مباراه سموحه اللي ريح بعض العناصر. النهارده هو مثبت طريقه، كان علي معلول يا اسامه وشريف. ده التغيير بس اللي حصل النهارده، يعني علي معلول كنا طبعا عشان مباراه النهارده، ومحمد شريف ما بداش بيه. ده تشكيل يعني، ده تشكيل سموحه بس شلت اثنين دول اعتقد بس. هو نفس الطريقه كابتن علي، 4-3-3، والطريقه دي مثبتها من فتره. بدا لما يدخل في المباريات بتاعت الافريقيه، هو كان بيفكر من فتره برضه في مباراه بيراميدز في نهاية الكاس، مباراه على ما اعتقد المحله، مباراه سموحه، المباريات دي كلها بيلعب بنفس الطريقه 4-3-3. هو على ما اعتقد هو هيثبت الطريقه دي، خاصه التداخل على دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا مختلف حسابيا عن طبعاً دور المجموعات. انت ازاي بتحصل نقاط؟ لا، انت النهارده عندي شوط اول في استاد القاهره وعندي شوط ثاني، ازاي ابني النهارده على المباراه الاولى علشان اقدر اروح هناك يبقى عندي المباراه الاولى في صالحي. في صالحي زي ما الكباتن قالوا، اول حاجه ما يدخلش فيها اهداف، دي اهم نقطه. قبل ما اجيب اهداف ازاي النهارده ما يدخلش فيها اهداف؟ طول ما النتيجه 0-0 انا دايما يعني الغلبه في صالحي. النهارده جمهوري حتى لو الفوز تاخر هتلاقي فيه دعم ومسانده كبيره من جمهور النادي الاهلي. في طريقه هجوم النادي الاهلي في التشكيله اللي احنا شايفينها في الهجوم بتتغير 4-3-3 الى 4-1-4-1. مروان عطيه هو اللي بيبقى نقطه الارتكاز في نص الملعب، هو اللي بيلم من ورا الناس كلها قدام الديفنس. عمرو السوليه ليه صلاحيه انه بيزيد يتقدم وبيكمل. اليو ديانج شفناه المباراه السابقه اللي برضه صلاحيه بيدوس في ال 18 وبيطلع على الاطراف، لكن الوحيد اللي ثابت هو مروان عطيه. علشان كده النهارده عليه دور مهم جدا في كل اللعيبه اللي هتيجي من تحت، لعيبه الرجاء، الهجمات المرتده.